وردت آثار كثيرة في فضل شهر رجب خصوصا، بعضها ضعيف وبعضها منجبر الضعف، فهي بمجملها كده تدل على أفضلية هذا الشهر العظيم. ورد عن سيدنا عبد الله بن عمر أنه قال: 5 ليال لا ترد فيهن الدعاء، أو لا يرد فيهن الدعاء. أول ليلة من رجب، وليلة النصف من شعبان، وليلة عيد الأضحى، وليلة عيد الفطر، وليلة الجمعة. فبرضو الأثر ده بيخلينا نقول إنه أول ليلة من شهر رجب اللي هي هتبقى يوم الخميس بالليل، اللي هي بكرة بالليل، لها فضل عظيم عند الله سبحانه وتعالى، إذ بها تبدأ مواسم الخير. جميل. شهر رجب وشهر شعبان هم بمثابة الاستعداد لشهر رمضان. يعني كأنه أنا دلوقتي لما يكون نازل علي ضيف عزيز، فأنا ببدأ أجهز له، والله هعزمه على إيه، والله هفسحه فين، والله هخرجه وهجيب له حاجات معينة. فينبغي أنه يكون شهر رجب وشعبان هم المعسكر الإعدادي لشهر رمضان، عشان اللي بيدرب نفسه على الصيام في رجب وشعبان وعلى الصلاة وعلى العبادات وعلى الذكر وعلى قراءة القرآن، فلما يجي عليه رمضان يبقى مستعد. صحيح. فيقوم يحصل أكتر في رمضان مما لو لم يكن مستعدا، ويبقى الموضوع تصاعدي. يعني ويبقى رجب الموضوع تصاعد، بعد كده شعبان تمام، وبعد كده رمضان، فالواحد يبقى يعني ايه بيطلع سلمه وبدأها من بدري علشان نتهيأ من بدري. تمام. والحقيقه بنحس برضو بشيء من الفرحه كده اول ما رجب يهل، بيبقى فيه شحنه كده من غير ما تستعد لها ولا حاجه، انه الله ده رمضان قرب وكده، وبنبقى يعني ايه كلنا متاهبين لاستقبال الخير. يعني هو من حكمه ربنا سبحانه وتعالى انه جعل للايام اسرار، وانه فضل بعض الايام على بعض الايام، وبعض الليالي على بعض الليالي. ولذلك سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه انه قال: ان لربكم في ايام دهركم لنفحات الا فتعرضوا لها. فالمعنى اللي حضرتك بتنبهي عليه او بتشيري اليه هي فكره الروحانيه، ان يجد الانسان في قلبه نور، فجاه كده النور بيقذف في قلبه وبيشعر بايمان ويقين وصدق وقرب من الله سبحانه وتعالى. هذا عطاء الهي، ويزيد في هذه المواسم الخيره.